شو في ناس بتضحك بوجهك وبتحكي عليك من ورا ظهرك. هالناس اللي بتدعوا على الإيمان بس جوات قلبهم كله كفر، مجرد شياطين على هيئة بشر. إذا حكوا بكذبوا، وإذا وعدوا ما بيوفوا بوعدهم، وإذا أمنتهم على شيء بيخونوا. وجوههم كتيرة، وحسب كل موقف ببينوا الوجه اللي بدهم إياه. هود الناس اللي إذا خانوك مرة بيخونوك كذا مرة، وإذا كذبوا عليك مرة بكذبوا عليك ألف مرة. هود الناس بيجي يوم من الأيام والدنيا بتحط بوجهن مراية وبتبينن على حقيقتهم، لأن الدنيا دوارة والدهر يومين، يوم إلك ويوم عليك. وشو في ناس بتحكم عليك من حكي العالم، بتحكم عليك قبل ما تعاشرك أو حتى تعرف شو في بقلبك، لأن نحن بمجتمع بحاكم الإنسان قبل ما يعرفه. مجتمع شو ما عملت فيه ما حتخلص من حكي العالم، فبعمرك ما تشوف كيف الناس شايفينك، لأن مش كل الناس بيتمنوا لك الخير. وبعمرك ما ترضي الناس، ارضي ربك وحالك وبس. هيدا المفتاح لا تعيش مرتاح.